جينا لاخر لعبه ترابيزه وهنشوف مين من الفريقين الحلوين اللي معانا هو اللي هيكون البازل بسرعه اكتر. انتوا جاهزين؟ جاهزين. متعاونين؟ متعاونين. انتوا قلتوا من اول الحلقه انتوا بتلعبوا ليجو بازل مع بعض وكل حاجه مع بعض صح؟ وانتوا كمان؟ انا عندي منها. عندك منها هي نفس الشكل؟ لا انا عندي كتير بازل أصعب. يعني اوكي اصعب اكتر بيسز اكتر. طيب احنا مسهلين عليكم شويه كده. جينا بازل بس كان اصغر من كده بس كان اصعب كتير. بس دي مش صعبه لان احنا مسهلين عليكم. احنا اوريدي شايلين بيسز وهي شبه مكتمله فكل واحد معاه 12 قطعه. هنشوف مين فيكم الاسرع اللي هي انا لسه ما قلتش ريدي ستيدي جو. الاسرع اللي هي كون البازل الاول. جاهزين؟ جاهزين. يلا ريدي ستيدي جو. مع بعض بقى. تعاون بقى. تعاون بقى مع بعضينا. تعاون بقى مع بعضينا بقى. دي مش هنا. دي مش هنا. يا ليلي يا ليلي يا ربي يا ربي. برافو. مع بعض مع بعض. انت صح. دي هتحطها فين؟ دي مش تقريبا يعني. انت صح. دي هتحط فين؟ مش هتحط. انت بتساليني ليه؟ ايوه قدامك الشكل. طب ما تساعدي اخوكي في اللي هو بيحاول يحطها دي عشان هو صح. تعالي ممكن بالعكس مثلا؟ مثلا انتوا قربتوا تخلصوا اصلا. يا لهوي. هم قربوا يخلصوا اصلا. مش قريبها ولا ايه؟ يا لهوي. يا لهوي. دي مش موجوده اصلا. حط حط حط. برافو. الفريق الاصفر هو اللي كسب اسرع لعش. برافو 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 برافو. تعاون وروح تعاون مش طبيعيه. انتوا لسه هنا مكملين. تعالوا انتوا رايحين فين؟ لسه ما خلصناش. تعالوا انتوا عايزين تمشوا ولا ايه؟ احنا لسه عندنا جزء تاني وعندنا العاب تانيه وحواديت تانيه وحاجات تانيه كتير جدا جدا جدا. لكن خلصنا النهارده لعبنا ومكملين بكره العاب تانيه. انتوا اتبسطتوا النهارده؟ اتبسطتوا جدا جدا. طب يلا قولهم بقى باي باي.